أهلا بحضراتكم، تغطيتنا لا تزال مستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية حول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نبدأ هذه التغطية حيث تلقى السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال شهد تباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. أكد الرئيس المصري أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مستعرضا التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد بهدف توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس في هذا الخصوص بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة. إذن تغطيتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم على شاشة القاهرة الإخبارية، حيث شهد اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى التي بدأت أمس السبت العديد من المستجدات في يومها الثاني. فمن جهة إسرائيل تستمر في غاراتها على قطاع غزة في مقابل رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، وسط دعوات عربية ودولية للتهدئة ومحاولة خفض التصعيد الحاصل في الأراضي المحتلة. من القاهرة نتحول في تغطيتنا الآن إلى العاصمة البريطانية لندن واستوديو القاهرة الإخبارية هناك مع الزميلة جمانة هاشم. إليك جمانة. شكرا لك آية ولزملاء في القاهرة، ولازلنا بالفعل مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة ونأتيكم من لندن، نستعرض معكم آخر التطورات الميدانية وأيضا جديد المواقف الدولية، حيث دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي نهاية يومها الثاني. تشير المصادر الإسرائيلية الرسمية حتى الآن إلى مقتل 600 إسرائيلي على الأقل وجرحى نتحدث عن 2840 آخرين، لكن هناك وسائل إعلام أخرى تتحدث عن مقتل حوالي 659 إسرائيليا حتى الآن، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر بالتأكيد عن سقوط مدنيين وتدمير منازل وسقوط شهداء. أشارت أيضا أحد الإحصائيات من وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 370 مواطنا بينهم 20 طفلا وإصابة 2200 مواطن بينهم 120 طفلا. أما على الصعيد الدولي فكما
تابعنا معكم على شاشة القاهرة الإخبارية من عواجل. يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم لبحث هذه التطورات وبانتظار انعقاد هذه الجلسة. على صعيد التصريحات، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الهجوم على إسرائيل هو الأسوأ منذ عام 1973، وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على ضمان أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه، وتابع بأن بلاده تبحث طلبات قدمتها إسرائيل وستصدر الولايات المتحدة إعلانا بشأنها في وقت لاحق اليوم. أيضا أشار بلينكن أيضا إلى أن هناك تقارير تتحدث عن قتلى ومفقودين أمريكيين في الهجمات، وأضاف أن بلاده تعمل على التأكد من صحة هذه التقارير، وأشار أيضا إلى أنه تحدث مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتجنب أعمال عدائية. فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب رسميا على قطاع غزة، وأوضح المكتب أن ذلك يتيح لنتنياهو القيام بعمليات عسكرية كبيرة. كانت فصائل فلسطينية قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، واقتحمت مستوطنات غلاف غزة وسيطروا بالفعل عليها لساعات، وقتلوا خلالها إسرائيليين وأسروا آخرين، فيما دكت آلاف الرشقات الصاروخية مناطق مختلفة من إسرائيل. وأكدت الفصائل أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في بلدات بمحيط قطاع غزة، في الوقت الذي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي غاراته على أهداف متفرقة القطاع، كما تابعنا في الساعات الماضية على شاشة القاهرة الإخبارية استهداف غزة بالمدفعية وأيضا بالدبابات المتمركزة على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، بالإضافة إلى هجمات موجهة من قبل الزوارق الحربية. للمزيد من المتابعة وإلقاء الضوء على تطورات الأوضاع وأيضا على مواقف القوى العظمى، ينضم إلينا دكتور فواز قرقس، أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن. أرحب بحضرتك. وأيضا معنا من استوديو القاهرة الإخبارية في لندن، معنا سيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من لندن. ومعنا من استوديو القاهرة الإخبارية في لندن السيد أكرم عطلة، متخصص الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. وأرحب أيضا بالسيد إريك هام والكاتب والباحث السياسي، ينضم إلينا من واشنطن. ومعنا أيضا سيد سامويل ريمني، أستاذ العلاقات الدولية، ينضم إلينا من لندن. ومعنا أيضا الكاتب والباحث السياسي السيد إيهاب عباس من واشنطن. أبدأ معك دكتور فواز. بداية، تصريحات وزير الخارجية بلينكن، قال بأنه بلاده تبحث ربما طلبات إسرائيلية وسيتم الإعلان برد واشنطن يعني في وقت لاحق اليوم، وأنت تعلم بأن الولايات المتحدة أعلنت أمس دعم إسرائيل ويعني في مساعدات مالية بالفعل أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نعتقد بأن هذه الطلبات تكون في إطار مساعدات عسكرية مثلا. ماذا لو كانت هذه الطلبات تتعلق بضوء أخضر تنتظر إسرائيل من واشنطن؟ يعني حتى الآن لا نعرف ما هي الطلبات الإسرائيلية، ولكن أحد يعني المسؤولين الأمريكيين سرب أخبارا اليوم إلى صحيفة نيويورك تايمز، قال بالحرف الواحد أن القيادة الإسرائيلية طلبت تمويلا من أجل تحسين وتوثيق القبة الحديدية، وأيضا طلبت يعني مخابرات، معلومات مخابراتية تساعدها في هجماتها الهجومية في الساعات القادمة. الولايات المتحدة قالتها بصوت عال: سوف نقدم إلى إسرائيل ما تطلبه، دعم إسرائيل قلبا وقالبا، وليس فقط الولايات المتحدة، الدول الغربية ككل. وهذا يعني بالفعل أن الدبلوماسية الأمريكية فشلت إلى درجة كبيرة بالنسبة لما حدث في الأراضي الفلسطينية في اليومين الأخيرين. فشلت الحقيقة في يعني إيجاد مخرج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فشلت في الضغط على نتنياهو من أجل وقف المستوطنات، وأيضا يعني أهمية إعطاء فلسطين حق تقرير المصير. ركزت على التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ولم تركز على قضية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. ومن هنا لا أعتقد أن التصريحات الأمريكية والدور الأمريكي سوف يكون حاسما في مآلات ما يحدث الآن في قطاع غزة وإسرائيل.
طيب، وورد إلينا هذه الأنباء العاجلة بأن متواصل حتى الآن قصف بالطيران الحربية الإسرائيلي ومركز على شمال وغرب مدينة غزة. إذن أتحول إليك سيد يحيى حرب. سيد يحيى، ونحن نتابع تصريحات يعني وزير الدفاع يوآف جالانت يقول سنغير وجه الواقع في قطاع غزة لمدة عقود، ما الذي يعني هذا التصريح أولاً، وكيف تعلق على تطورات الأوضاع إن كانت الميدانية أو السياسية أو حتى مواقف دولية مثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بأن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، وموقف بريطانيا أيضاً؟ يعني إذا انطلقنا بداية من الواقع الميداني وهذه التصريحات الإسرائيلية، فإن ما يمكن أن نستشفه من عن بعد من هذه التصريحات أن هناك أن المأزق الإسرائيلي لم ينتهي، أن كيان الاحتلال والجيش الاحتلال بالذات يعاني مشكلة أساسية من إعادة هيبته، لأن هذا الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية إذا لم يحقق أي شيء فهو حقق إسقاط الهيبة الإسرائيلية، إسقاط يعني الثقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قادر على حماية المستوطنات. إذا لم يكن يعني قادر على حماية المستوطنات، ونحن نعرف أن هذه المستوطنات هي تسمى جدار شارون، يعني هي في الأساس معسكرات أساسية بنيت لكي تحمي الكيان الإسرائيلي من هجمات من غزة، هي معسكرات متكاملة فيها كل التجهيزات الأساسية، فيها جدران، ثلاثة أنواع من الجدران بنيت ما بين غزة وهذه المناطق، بعضها يصل طوله إلى 9 أمتار وتسعة أمتار تحت الأرض أيضا. كل ذلك لم يعني يحمي هذا الكيان، لم يحمي. ولكن اليوم في يعني في التصريحات الأخيرة لبلينكين في مساعدات جديدة ستقدم للجانب الإسرائيلي، دعما للجانب الإسرائيلي. سيد يحيى، هل يمكن أن يحدث فارقا، أو هذه المساعدات ممكن أن تحدث هذا الفارق الذي تنتظره إسرائيل ربما؟ حقيقة هناك كان لافتا هذا الاندفاع الأمريكي السريع لحماية إسرائيل، وهذا إن دل على شيء يدل على أن استشعار الإدارة الأمريكية بأن هذا الكيان في مأزق حقيقي، ليس فقط هي ليست مساعدات عادية وليست تعاطفا عاديا، هو شعور بأن هناك انهيار حقيقي للبنية الأمنية وتحتاج إلى مساعدة. أنا أعتقد أن المساعدة الأمريكية المحتملة أو الممكنة هي منع توسع هذه المعارك إلى جبهات أخرى، وهذا ما يعني استشف من كلام الرئيس الأمريكي أمس بأنه دعا أعداء إسرائيل الآخر، وهو يقصد طبعا يعني منظمات موجودة في الشمال يعني في لبنان أو في غير لبنان، عدم التدخل وعدم توسيع الحرب. هو يريد أن يضغط على هذه القوى لعدم توسيع الحرب، إضافة إلى تقديم مساعدات فنية وتقنية لإسرائيل كسور الأقمار الصناعية وبعض التجهيزات العسكرية لكي تمكن الجيش من إعادة سيطرته على المنطقة. طيب، دعني أذهب لمتابعة التطورات الميدانية وسأعود إليك مرة أخرى أستاذ يحيى حرب، ولكن نتحول إلى غزة، قطاع غزة، ومراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. منى، في البداية تحدث أيضا عن التحديثات في الساعات الماضية، يعني ربما نتابع معك رشقات صاروخية من قبل القطاع صوب غلاف غزة، وربما أيضا الآن يكون هناك في غارات جوية مكثفة إسرائيلية على القطاع وتستهدف مناطق متفرقة من القطاع. كيف هي الأوضاع لديك الآن؟ نعم، يعني عمليا آخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت قبل دقيقتين إلى 3 من الآن، حيث تم استهداف أرض زراعية في المنطقة الغربي الشمالي غربي قطاع غزة، تحديدا بين منطقة الكرامة وأبراج المقوسي، وهي إحدى المناطق التي يعني وجه الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بضرورة إخلائها. الآن نسمع سيارات الإسعاف تتجه إلى المكان، كان نتمنى بأن لا يكون بطبيعة الحال هناك مصابين، لكن عمليا القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا. أيضا هناك قبل قليل كان هناك قصف على في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة. الأنباء الأولية تتحدث عن عدد من الشهداء، انتشال عدد من الشهداء والجرحى. هذا المنزل يعود لعائلة حرارة. ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق على مسافات منخفضة، وربما بالإمكان
بالإمكان سماعها هي وطائرات الاستطلاع أيضا. خلال الساعات الأخيرة كان هناك تكثيف للاستهدافات الإسرائيلية، كما ربما تابعنا خلال التغطيات الماضية، عمليا أيضا ما زالت الرشقات الصاروخية تخرج من قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية. إذن يعني ما زال هذا الحدث مستمرا، مع ساعات الليل يزداد القلق ويزداد الخوف، وخصوصا أنه مع انقطاع التيار الكهربائي ربما على كل قطاع غزة يصعب تحديد المواقع والأماكن التي تستهدف، والمواطنين عامة لا يكونون على علم بالمناطق الخطرة والمناطق التي تتعرض للقصف ولا ليتمكنوا من متابعة الأحداث. فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء والماء، كيف يتدبر أهالي القطاع أوضاعهم هنا، يعني في هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة مع انقطاع الكهرباء والماء والمياه عفوا؟ عمليا لا يوجد الكثير مما يمكن فعله في هذا الشأن. يعني نشير إلى أنه التيار الكهربائي يتم وصله فقط 4 ساعات كل 24 ساعة، عمليا من الصعب التدبر الأمر في هذه الساعات القليلة. هذا التصعيد جاء مباغتا، وبالتالي المواطنين لم يكونوا مستعدين لهذا التصعيد. البعض يعني يشترك في مولدات عامة تكلفتها عالية جدا، ولكن حتى المولدات العامة خلال هذا التصعيد قطعت الأسلاك الموصلة من المولدات وحتى إلى المنازل الغزيين، وبالتالي ربما فعليا عندما نقول بأنه لا يوجد تيار كهربائي يصل إلى منازل قطاع غزة، الحدث حقيقي جدا، الجملة دقيقة جدا، وبالتالي لا تلفاز، لا ثلاجات، لا مراوح حتى في ظل يعني هذا الجو، ولا حتى شواحن للهاتف لمتابعة الأخبار، ولا حتى إنترنت. يعني هم يشعرون الآن بأنه هناك عزلة تامة عن العالم، وهذا أمر صعب جدا. ربما في السابق كانت هناك حلول بديلة، لكن مؤخرا لأنه صار المواطنون يعتمدون على المولدات العامة، والآن انقطعت أيضا هذه المولدات، أصبح الحال ربما مزريا فيما يتعلق بالتيار الكهربائي. نعم، إذن شكرا لك مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، كنت معنا من قطاع غزة. سنعود إليك لمتابعة كل التطورات وكلما جد جديد. شكرا جزيلا لك. إذن لازلنا في هذه التغطية، كما تحدثت مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، يتم استهداف بعض المناطق في قطاع غزة عبر هذه الغارات الإسرائيلية للطائرات الحربية للاحتلال، وكما قال جيش الاحتلال وأكد على مشاركة أكثر من 150 طائرة حربية في الهجوم على قطاع غزة، وتم استهداف أكثر من 800 هدف و يعني مساكن مدنية، من المفترض هي مساكن مدنية وأبراج مدنية في قطاع غزة. إذن نتحول إلى ضيفنا من واشنطن سيد إريك هام. لا أعلم إذا كنت استمعت يعني هذه المستجدات والتطورات من داخل قطاع غزة، وإسرائيل أيضا حذرت سكان غزة من الخروج الآن، وتقول أنها قطعت إمدادات الكهرباء والوقود والسلع وتوعدت برد غير مسبوق. هذا هو الواقع الآن على الأرض، بينما نستمع لتصريحات بلينكن ونستمع للتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل وبأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. لماذا لا نلحظ ربما توازن دولي فيما يتعلق يعني الجانبين والحفاظ على حق الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، إذا كانت الولايات المتحدة ترى بأنه له الحق في الدفاع عن نفسه؟ إن هذا سؤال جيد جدا، وهذا بالتأكيد سؤال لابد من توجيهه لإدارة الرئيس بايدن، ولكن بإمكاني أن أقول لك بأن هذه مسألة مركزية نشعر تجاهها بالقلق في الإعلام الأمريكي منذ أن بدأ هذا الهجوم يوم أمس. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعلم أيضا بأن إدارة بايدن أعربت عن دعمها غير المحدود لإسرائيل، ولكن هناك قلق وشعور عام وبالأخص في الكونغرس، بأننا سمعنا أعضاء في الكونغرس، عدد من أعضاء ديمقراطيين الذين دعوا إلى وقف لإطلاق النار،
وهذا قد يحدث، ولكن ما نعرفه هو أن هناك في المجمل دعم كبير جدا لإسرائيل في الرأي العام، وهناك عدد من الأشخاص الذين دعوا إلى دعم إسرائيل، ولكن هناك أشخاص يرون بأنه لا يوجد حل، لا يوجد مخرج، لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، لهذه المشكلة الجارية في المنطقة. ونحن نرى هذا في تصريح لعدد من الأشخاص، ولكن صناع القرارات سوف يقولون شيئا وسوف يقومون وسيفعلون شيئا آخر. والذي رأيناه من عدد من الخبراء والمحللين هو أنه ليس بإمكان إسرائيل أن تفجر المنطقة كاملة، وليس بإمكان الفصائل الفلسطينية أن تحل المشكلة عسكريا، إن هذه مشكلة في القيادة لدى الطرفين. وبالفعل لازالت هناك قنوات اتصال ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أتحول إلى يعني ضيفنا في استوديو القاهرة الإخبارية دكتور فواز قرقس، ويعني أطلب منك التعليق على حتى طرح السيد إريك ضيفنا من واشنطن هذا في جهة، وماذا عن مسألة الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي جراء يعني هذه العملية وأسر بعض الجنود الإسرائيليين، وإلى أي مدى تحتاج إسرائيل في هذا التوقيت إلى الهرولة إذا صح التعبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ فشل مخابراتي تكتيكي واستراتيجي، صدمة نفسية صاعقة. القيادة الأمريكية تقول بأن هذا الفشل هو نفس الفشل الذي حدث في حرب 6 أكتوبر عندما فاجأت مصر القيادة الإسرائيلية. ليس فقط فشلاً مخابراتياً، ارتباك للقيادة الإسرائيلية لعدة ساعات بعد هجوم المقاومة الفلسطينية على غزة. وهذا يعني ماذا؟ يعني الآن يقول بنجامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي وأن الرئيس الأمريكي قال له نحن معك، يعني دعم كامل. والآن دكتور فواز وزير الدفاع الإسرائيلي يقول لسنا في عملية، نحن في حرب. وماذا يعني أيضا إعلان الحرب؟ وهذا هو السؤال يا أستاذة جومانة. ما هي خيارات نتنياهو؟ خيارات نتنياهو كلها سيئة. هل يعني الحرب، إعلان الحرب وتوغل بري وإعادة احتلال قطاع غزة؟ وهذا الخيار تجنبته القيادات الإسرائيلية منذ عام 2005 السابق تحدث عن هذه الفرضية أيضا. والقضية الثانية، هل يعني هو توغل بري محدود؟ أنا أعتقد أن هذا الخيار الأكثر احتمالا، لأن القيادة الأمريكية تعلم جيدا أن إعادة احتلال قطاع غزة سوف يكون مكلفا إلى درجة كبيرة، وخاصة ليس فقط للفلسطينيين وأيضا للإسرائيليين، بغض النظر عما يحدث الآن. تآكل قوة الردع الإسرائيلية، ومن هنا عرض عضلات نتنياهو يريد إعادة قضية الردع، قوة الردع الإسرائيلية. طيب أتحول بسؤال للسيد أكرم عطلة. سيد أكرم عطلة، وأنت خبير في الشؤون الإسرائيلية، هل هذا الطرح قابل للتنفيذ على الأرض؟ وماذا يعني فيما يتعلق بالجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة سترد على بعض الطلبات التي تقدمت بها إسرائيل؟ يعني من وجهة نظرك ما هي هذه الطلبات؟ يعني ما هي التوقعات حتى فيما يتعلق بها؟ يعني بالأمس جرى الحديث في إسرائيل، أشار بشكل شبه مباشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن صحفيون الإسرائيليون تحدثوا عفواً عن هذا الموضوع. تفضل. تحدثوا عن معلومات أمنية واستخبارية، هذا الأهم. إسرائيل وهذا مشكلة كبيرة. تحدثوا عن سلاح، تحدثوا عن تمويل القبة الحديدية، وهذا بالنسبة لإسرائيل، لأنه بالأمس كان هناك انكشاف كبير، القبة الحديدية وضعت لترد الصواريخ عن قطاع غزة. نتحدث عن الفشل المركب في إسرائيل، أمني، جهاز الاستخبارات العسكرية، عسكري، رئاسة الأركان، القبة الحديدية والتكنولوجيا والسايبر. على مقاطعتك دكتور أكرم، يعني الأونروا الآن نزوح حوالي 73 ألف فلسطيني إلى مدارس الوكالة في غزة منذ السبت. اكمل فكرتك دكتور أكرم. فشل كان تكنولوجيا أيضا، تكنولوجيا إسرائيل، وهذا ليس فقط مساس بهيبة الردع الإسرائيلية وصورة إسرائيل واللي بتحاول ترميمها منذ فترة، هذا بالصورة العامة لإسرائيل، لأنه قدمت نفسها باعتبارها متفوقة جدا في المجال الأمني وفي مجال السايبر وفي العلم وفي غيره، وبتبيع بيجاسوس وكذا.
عندما تبدو كل هذه حالة مشلولة أمام بعض الشباب اللي يعني كما قال شاعرهم الفلسطيني محمود درويش كل السلاح اللي معهم هو مجرد تصنيع منزلي، ما فيش يعني مصانع أسلحة بتنقل. فرضية إعادة احتلال غزة ونأسف لنقول ذلك، ولكن هذا الآن منتشر بالفعل على وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا نوقش، تعرفين وين أزمة الموضوع؟ صحيح الأزمة أولياً في حجم الخسائر التي ستدفعها إسرائيل في مضاد للدبابات، لا تستطيع إسرائيل دخول راجع بالتأكيد بالدبابات، في مضاد للدبابات وكورنيت في قطاع غزة، وهذا سبق أنه ضرب منه في قطاع غزة، جرب في قطاع غزة، الآن يبدو بكثافة. هذه مشكلة ستكون خسارة كبيرة لإسرائيل، لكن ليس خسارتها لن تكون فقط عسكرية حجم الدبابات والجنود والألغام الأرضية وكذا، الخسارة الأكبر هي خسارة سياسية. بني المشروع الإسرائيلي في 30 عام أو 40 عام الأخيرة على إخراج قطاع غزة من البطن الإسرائيلي، وحاولت تعطي لمصر وحاولت كذا وحتى أوسلو كذا. طيب سدعت سيد أكرم، سأختصر. نعم، ولكن لكل حرب، أي حرب في العالم لها هدف، ما هو هدف هذه الحرب هذه المرة وإعلان حالة الحرب؟ استعادة قوة الردع. قبل سألتي قبل قليل الضيف الكريم ماذا يعني إعلان حالة الحرب، يعني تجنيد كل الاحتياط في إسرائيل، أو كل الاحتياط يجب أن تكون جاهزا، يكون جاهز لهم 600. ولذلك وزير الأمن القومي بن غفير يوعز بالتسلح لجميع متطوعي شرطة إسرائيل في كل المواقع. والآن نتابع على شاشة القاهرة الإخبارية لقطات حية مباشرة لقصف إسرائيلي على قطاع غزة على ما يبدو. هذا القصف الإسرائيلي متواصل منذ يومين على قطاع غزة، وقد تكثف في الساعات الماضية وأوقع العديد من الشهداء والضحايا المدنيين، كما يقوم جيش الاحتلال باستهداف المناطق السكنية والأبراج السكنية، ويقوم أيضاً باستهداف المدنيين. نتابع إذن إليك مرة أخرى، وعذراً على المقاطعة سيد أكرم. المسألة الثانية بإعلان الحرب هو وضع كل مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية في خدمة الحرب، هذا تعني تجنيد كامل ووضع مؤسسات الدولة تحت. لكن الإسرائيل خيارها، كنت أتحدث في موضوع احتلال قطاع غزة في مشكلة، مش فقط مشكلة الخسائر، مشكلة وماذا بعد؟ هل ستبقى إسرائيل في قطاع غزة؟ هذا مساس بالنظرية، نظرية الأمن القومي التي قامت على فصل قطاع غزة. فلن تستطيع البقاء في قطاع غزة، ولا يمكن انسحاب قطاع غزة إلا بنظام حكم سياسي، لا السلطة ولا مصر ولا غيره مستعد لتسلم أو لإدارة قطاع غزة. وبالتالي هنا مشكلة سياسية، بمعنى أنه رح بتروح تحل مشكلة عسكرية بتقع في مشكلة سياسية هي أخطر من المشكلة العسكرية. إسرائيل كل ما لديها، خياراتها إذا خياراتها صعبة، هي فقط ستقوم بعملية إرهاب كبيرة، استعادة قوة الردع تحتاج إلى فعل كبير جدا، رغم أنه الحقيقة نتيجة المعركة ظهرت في نصف ساعة أو في الساعة الأولى أو في الساعتين الأوليات. طيب. حسم الأمر، هزمت إسرائيل، ما ستفعله لن يغير كثيرا في النتيجة، ومع ذلك ستستخدم قوة طاغية كالتي نراها على قطاع غزة. إذن وصلتنا بعض الأخبار والأنباء الأولية عن ربما سقوط شهداء وجرحى في أماكن التي في الأماكن التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ربما، أو استهدفتها هذه الغارات الأخيرة من قبل جيش الاحتلال. إذن أتحول للسيد إيهاب عباس. سيد إيهاب، يوم أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بأنه تحدث من نتنياهو وأخبره أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل في مواجهة الهجمات، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما قلنا قبل قليل. وليس ذلك فقط، بل إن مواقف دولية أخرى جاءت في نفس السياق. طيب، استوعبنا هذا المعنى بالفعل. السؤال هنا، ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ يعني هو له الحق في الدفاع عن نفسه، ولكن ليس لديه الحق في استهداف المدنيين والمناطق السكنية. وبالنظر إلى المقارنات ما بين القوتين، إن كانت القوة العسكرية الإسرائيلية مقارنة بالقوة العسكرية للمقاومة أو بقوة المقاومة على الأرض، فبالتأكيد إسرائيل أقوى.
نعم أستاذ جمانة، أهلا بحضرتك وبالضيوف وبكل المشاهدين. الموقف في الواقع وإن كان يعني سأعبر عنه بطريقة من واقع الأفلام التي شاهدناها زمان، في فيلم لشكوكو ضرب فيه شخص كبير جدا ضخم ألم وجري، هو نفس الموقف. يعني اليوم حركة حماس بأسلحتها البسيطة والضئيلة والتكنولوجيا الضعيفة جدا استطاعت أن تلقن إسرائيل درسا لن تنساه، واعتبره نتنياهو يوما أسود في تاريخها. وصفه بلينكين بأنه الأعنف منذ عام 73. وكما قال الضيف الذي كان يتحدث قبل مباشرة، أتفق معه تماما أن يعني حماس حققت الانتصار في هذه الضربة. اتفقنا اختلفنا، ليست هي أنا نتوقف عند هذه النقطة. يعني وفي فيما ورد إلينا من الأخبار العاجلة، استهداف مباشر لعدد من المنازل الفلسطينية دون تحذير ساكنيها، وتقارير ميدانية تقول بوقوع عدة شهداء جراء القصف المتواصل الذي تابعناه على شاشة القاهرة الإخبارية قبل قليل، كما نقلناه من قطاع غزة لحظة وقوع هذه الاستهدافات المتكررة وهذه الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مناطق بقطاع غزة. إليك سيد إيهاب. نعم، أعتقد هذا أمر طبيعي جدا، وحماس والفصائل الفلسطينية يعلمون ذلك جيدا. هم كان لديهم تخطيط محدود المدة ومحدود الهدف، وتحقق بنسبة أعتقد ربما 200% وليس 100%. حصلوا على أسرى، قتلوا من أرادوا أن يقتلوا، أثاروا الرعب واقتحموا الحدود، فعلوا كل شيء. ويعلموا أن الرد الإسرائيلي سيكون حاسما وقويا جدا ومزلزلا ومدمرا وكل الأوصاف، لكن لديهم ورقة ضغط قوية جدا وهي أعداد الأسرى المهولة التي بحوزتهم، أعتقد ستلعب دورا كبيرا جدا. سنناقش هذه النقطة تفصيلا سيد إيهاب، ولكن بحسب بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية هناك من يقول بأن نتنياهو لا يريد فقط ضرب حماس بل يريد تجريد غزة من أي سلاح. هو قال يعني أنا أطالب السكان غزة بالخروج من منازلهم والفرار. طب الفرار إلى أين؟ يعني أنت قفلت عليهم كل أنواع الفرار المحتمل، فيريد منهم أن يتركوا منازلهم وسيدك غزة. وقال إن هدفه الرئيسي وهدف حكومته المشترك هو القضاء على كل ما لدى الفصائل الفلسطينية من قدرات عسكرية وبنى تحتية في قطاع غزة. هل هذا سيحدث؟ أنا أعتقد حتى لو حدث سيعودوا لبناء أنفسهم من جديد. ونتتبع مسار الفصائل في قطاع غزة منذ بداية المقاومة منذ عشرات السنوات وحتى اللحظة، بالرغم من كل الدك والضرب العسكري الذي تقوم به إسرائيل كل فترة، إلا أن الشارت أو الترند بتاعهم في الطالع. يعني هم دائما يجدون المصادر ويجدون القدرات ويبتكرون ويصنعون. يعني حضرتك شفت ويأتي هنا سؤال، ما المنتظر من جلسة مجلس الأمن فيما يتعلق بتطورات الأوضاع وبالحالة هناك؟ هل نتوقع بالفعل أي مخرجات يمكن أن نقول عنها إيجابية حتى سيد إيهاب؟ يعني مجلس الأمن لا أعول عليه خالص يعني أي شيء. يعني أنا أعتقد أنه مجلس الأمن ربما حتى يدين عفوا سيد إيهاب، كما تابعنا على شاشة القاهرة الإخبارية لا زال القصف متواصلا ومستمرا على مناطق في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، وكما قالت مراسلة القاهرة الإخبارية قبل قليل تم استهداف قطاع غزة بالمدفعية والدبابات المتمركزة على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، بالإضافة إلى هذا القصف الجوي والاستهدافات أيضا من قبل بعض الزوارق الحربية. طيب أعود إليك دكتور فواز فيما يتعلق بإعلان حالة الحرب من قبل إسرائيل، وكنا نتحدث عن معنى ذلك، معنى ذلك على المستوى الإقليمي والمستوى الداخلي، ما رأيك في ذلك؟ أولا هناك حوالي 100 أسير إسرائيلي في القطاع الآن، وهذا يعقد من كل الخيارات العسكرية الإسرائيلية. وجود 100 أسير إسرائيلي بما فيهم ضباط وجنود ومدنيين لا يسمح للقيادة الإسرائيلية بهجوم بري شامل، النقطة الأولى. النقطة الثانية، مصر هل نتحدث هنا عن ربما أن تتعدد الجبهات أو يفتح جبهات أخرى؟ لا أعتقد ذلك. الهدف، أنت تسألين عن ماذا تريد الولايات المتحدة. الهدف الإسرائيلي والهدف الأمريكي ليس فقط تزويد إسرائيل بمساعدات إضافية، هو عملية ردعية، منع فتح أي جبهة أخرى، كان
من جبهة حزب الله أو جبهة إيران. الرئيس الأمريكي قال بالحرف الواحد: نحن نريد أن نردع أي قوة أقليمية بفتح جبهة ثانية، ولكن قضية الهجوم على غزة، قضية الحرب، هي استعادة القوة الردعية الإسرائيلية، محاولة لعرض عضلات، فشل استراتيجي خطير جدا في إسرائيل، صدمة نفسية. ومن هنا المواطنون الإسرائيليون يريدون من القيادة لكي الثأر، قضية الثأر. ومن هنا أنا أعتقد ما سوف يحدث هو توغل بري محدود من أجل إقناع المواطنين الإسرائيليين أن هذه القيادة، قيادة نتنياهو الفاشلة، هي سوف تثأر للقتل والجرح الإسرائيليين، وأيضا من أجل محاولة إعادة قضية قوة الردع. لأننا لا نتحدث في نهاية المطاف عن عملية تقليدية كالتي جرت في عام 2008 أو حتى 2014. نحن نتحدث الآن بأن القتال والصراع انتقل إلى الداخل الإسرائيلي، وربما هذا ما تخشاه إسرائيل. طيب، ينضم إلينا الآن وأتحول لسيد سامويل رامني من لندن. سيد سامويل رامني، كيف تابعت مواقف القوى الدولية بعد انطلاق طوفان الأقصى؟ وكيف تتابع أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كما يقول بأنه هذا أسوأ هجوم على إسرائيل منذ عام 1973، في المقابل موقف بريطانيا أيضا جاء واضح جدا على لسان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وأكد بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها أيضا. كيف ترى مواقف القوى الدولية، وهل من مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتصعيد الآن في الداخل؟ أعتقد أن هذا أمر كان لابد أن يحصل، لأنه لابد أن نكون واضحين وصريحين، لأنه ليس من المفاجئ أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف يكون لديهم نفس الموقف. حقيقة الأمر هي أن إسرائيل أعلنت الحرب في سنوات مختلفة، بما في ذلك في حرب لبنان، وفي جميع تلك الحروب إسرائيل فشلت. ولذلك أقول بأن هناك دعم ضخم جدا دولي لإسرائيل، ولكن إذا ما هذا الدعم سوف يتحول إلى دعم على الأرض فلا أعرف. ربما سوف يكون هناك دعم مادي ودعم مخابراتي، ونحن نعرف بأن الأمريكيين سوف يقدمون الدعم دون شك، ولكنه في نفس الوقت هم مضطرون لدعم أوكرانيا وللاستعداد لما يحدث في المحيط الهادئ، فبالتالي هم سوف يحاولون الاعتماد على القوى الإقليمية مثل مصر وغيرها لتهدئة الوضع، وفي نفس الوقت سوف يحاولون دعم إسرائيل بما تيسر لهم. طيب، إذن نتابع أيضا بعض التطورات والأخبار العاجلة كما تنقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700. أتحول للسيد يحيى حرب، هذا العدد غير المسبوق من سقوط قتلى إسرائيليين، الحديث عن قتلى ومفقودين أمريكيين، ماذا يعني فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي؟ يعني هل نتحدث أيضا عن هذا الفشل بأنه من الممكن أن يكون له آثار سلبية فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية سيد يحيى؟ أن إضافة إلى كل ما تفضل به الزملاء الأعزاء، فإن هذه العملية الفلسطينية ستحفر عميقا في الوعي الإسرائيلي، وأنا باعتقادي أنه من الصعب جدا على جيش الاحتلال أن يعيد الهيبة والدور والمكانة التي كان يتمتع فيها قبل ذلك، لأنه حتى لو عمد، وهذا هو المتاح له الآن، هو لا يستطيع أن يدخل إلى غزة، لأن ذلك سيضاعف من خسائره يعني بأضعاف كثيرة وبخسائر كبيرة جدا، ولا يستطيع أن لا يقوم بهذه العملية أيضا، لأن هذا سيبرز عجزه وإخفاقه. هذه هي مشكلة اليوم هذا الجيش الإسرائيلي الذي يعني صدم بهذه العملية. يجب أن نلتفت أختي العزيزة إلى أن هناك عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين تم احتجازهم. كيف يمكن لمقاتلين فلسطينيين أن يدخلوا إلى مستعمرات هي أشبه بالتكونات العسكرية، ويعتقلوا هذا العدد الكبير من الجنود ويقتلوا عدد آخر ويفر آخرون؟ هناك آخرون فروا من المعركة. جيش الاحتلال سير مترهلا. نظرية الحفاظ على المستوطنات
وحمايتها بالأمن لتكون هي حماية للأمن، هذه النظرية الإسرائيلية أصبحت فاشلة. لابد من حل سياسي عادل، وهذه الحكومة الإسرائيلية الآن عاجزة عن أن تكون جزء من حل عادل، ونحن نعرف الخلافات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ونعرف أنها خاضعة ليمين متشدد جدا هو سبب هذه المشكلة. واليوم هناك أنباء من داخل الأراضي المحتلة حسب مصادر إسرائيلية أن مجلس الكابينت الإسرائيلية أو الحكومة المصغرة لم تستطع أن تجتمع لثلاث مرات بسبب خلافات داخلها، لأن هناك ولكنها اجتمعت. يتهم اليمين الإسرائيلي بأنه سبب هذه المشكلة وسبب هذه الورطة بسبب سياساته المتعنتة بالقدس وبمسألة الأسرى الفلسطينيين وبالتعامل القاسي ورفض أي حلول، رفض كل الحلول السياسية الممكنة لمشكلة الأزمة الفلسطينية. وبحسب مراسلة القاهرة الإخبارية لا زال القصف متواصلا والغارات مستمرة على قطاع غزة، وأيضا بحسب بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي نذكر بأنه ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700. وعن الصحة الفلسطينية والتي أكدت استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في أريحة، فيما يعني يطلب جيش الاحتلال من سكان سديروت عدم مغادرة منازلهم حتى إشعار آخر. ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقول نطالب جميع الإسرائيليين المتواجدين في الشرق الأوسط بالعودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن. وبحسب أيضا بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية، تعيين الجنرال السابق غال هيرش منسق ملف المفقودين الإسرائيليين. وهناك أيضا كما جاءت في آخر التطورات والأنباء، هيئة البث الإسرائيلية قيادات أمنية أبلغتنا بصعوبة معرفة عدد دقيق للقتلى. يعني دكتور فواز، في البداية لماذا لم تعلن إسرائيل عدد القتلى والمفقودين بسلاسة كما أعلنت عدد الشهداء الفلسطينيين؟ ليس لدي أي شك أن عدد القتلى الإسرائيليين سوف يكون أكثر من 1000. المعلومات بالقطارة، نقطة أولى. النقطة الثانية، نقطة أنا أريد أن أضعها على الطاولة للمشاهد المصري والعربي، عندما ينجلي الغبار على هذه عن أرض المعركة اللي كان أسبوع أو أسبوعين، هل يمكن لهذه المعركة الحرب أن الحقيقة يعني تعيد القضية الفلسطينية إلى جوهر المجتمع الدولي؟ ليس لدي أي شك أن فشل الدبلوماسية الأمريكية، فشل المجتمع الدولي، ما يحدث الآن يمكن أن يحرك فشل هذا المجتمع الدولي كما يشاهد الآن معنا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما ننقل هذه الصور المباشرة من داخل القطاع، واستهداف متجدد لبعض المناطق وبعض يعني المناطق السكنية كما تعودنا في الغارات السابقة وحتى في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. دكتور فواز، بغض النظر عما سوف نشهده في الأيام القادمة، أنا أعتقد أن هذه نقطة فارقة بين فلسطين وإسرائيل. القيادة الإسرائيلية فشلت بغض النظر عما سوف يحدث، المواطن الإسرائيلي سوف يصل إلى نوع من النتيجة من القناعة أن هذه الحكومة فشلت، حكومة متطرفين، حكومة مجانين. هذا ليس كلامي، كلام وزير الدفاع الإسرائيلي السابق. ومن هنا أنا أعتقد، ويمكن أن أكون مخطئا يا أستاذ جمانة، أن هذه الحرب، هذه المعركة المصيرية يمكن أن تغير من مصير الفلسطينيين في الأشهر القادمة والسنة القادمة. طيب، وانطلاقا من مسألة وجود أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، سيد يحيى حرب، إلى أي مدى هذه المسألة أو هذه النقطة من الممكن بالفعل أن تقيد الجانب الإسرائيلي؟ لأنه على ما يبدو ونحن نشاهد الآن هذه الغارات المكثفة على قطاع غزة بلا توقف في الساعات الماضية، وربما يمكن القول بأنه غزة الآن تحت قصف عنيف من قبل جيش الاحتلال، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مسألة الأسرى؟ وماذا يعني تعيين منسق إسرائيلي للمفقودين؟ هل هذا يعني بأن هذا الملف فتح ولم يغلق الآن؟
وعفوا قبل التعليق، يعني هذه الصور المباشرة التي نشاهدها والتي توحي بقصف عنيف وتصاعد لأعمدة الدخان في سماء غزة ليلا، يعني بدون شك تعيين مسؤول عن ملف الأسرى هو استعداد لمرحلة التفاوض بشأن هؤلاء الأسرى، لأن وزير في الحكومة الإسرائيلية ومسؤول الملف لا يعني أنه سيحرر هؤلاء الأسرى وسيقاتل من أجلهم. والحقيقة أن يعني الخيارات الإسرائيلية الموضوعة الآن على الطاولة، للأسف نقول أن نتنياهو يكذب على شعبه عندما يقول أنه سيجرد غزة من سلاحها، هو حتى الآن يقصف أبراج طيب. سكنية، يقصف منازل. نواجه الآن يعني كما نرصد على شاشة القاهرة الإخبارية، وهذا قصف وغارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه ربما استهدافات متكررة وسريعة على القطاع. سنحاول أيضا أن يعني بانتظار الأنباء الأولية عن هذه المناطق تحديدا داخل القطاع، وأتمنى أن تكون مراسلة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة معنا الآن منى عوكل. إذن سنحاول التواصل مع مراسلة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة منى عوكل، ولكن نحن الآن على الهواء ونرصد هذه الصور المباشرة. كما تابعنا قبل قليل، كان القصف الإسرائيلي عنيف وبشكل غير مسبوق على مناطق متفرقة بالقطاع، وأضاءت بالفعل سماء القطاع جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتكررة على القطاع. كما نتابع هذا القصف العنيف على قطاع غزة ومناطق متفرقة من القطاع، وربما تابعنا بعض الرشقات الصاروخية، أو يمكن القول بأنه القصف الآن متبادل، وكما تابعنا رشقات صاروخية أيضا جديدة انطلقت قبل قليل من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، مع تجدد هذه الغارات الإسرائيلية على القطاع والتي لم تنقطع منذ ساعات الصباح الأولى. وكما وصل إلينا، يمكن أن يكون هذا القصف يستهدف بعض المناطق شرق الشجاعية، وما زال القصف مستمر كما نتابع، وأيضا جنوب رفح. نذكر بأن هذا القصف شرق الشجاعية وجنوبا في رفح، بالإضافة لغرب مدينة غزة. حتى الآن نحاول تحديد نوعية هذه الغارات، ربما أن تكون بالطيران الحربي الإسرائيلي، بالطائرات الحربية المقاتلة الإسرائيلية، والتي أكد جيش الاحتلال قبل قليل وفي الساعات الماضية بمشاركة أكثر من 150 طائرة حربية مقاتلة في الهجوم على قطاع غزة. وكما نرصد الآن، ربما هذه الغارات العنيفة غير المسبوقة منذ بداية التصعيد ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. رافقت هذه الغارات استهدافات أخرى من قبل الجانب الإسرائيلي لبعض المناطق في قطاع غزة، بالمدفعية والدبابات المتمركزة على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، بالإضافة
للقصف الجوي كما نتابع، والاستهدافات أيضا على مدار اليوم من الزوارق الحربية. إذن لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل من قطاع غزة. وشهدنا هذا القصف العنيف منى وتجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع، اطلعينا على التفاصيل لديك. نعم، يعني تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا ربما خلفي ترون هذه الصورة لحزام ناري، حزام ناري مستمر ربما منذ أكثر من 20 دقيقة وحتى اللحظة في منطقة شرق قطاع غزة، وهي منطقة كان الاحتلال الإسرائيلي قد وجه رسائل بضرورة إخلاءها. وكنا نتوقع بأن يتم هذا الحدث، يعني هذه المشاهد وإن كانت قاسية لكنها كانت متوقعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تمشيط المنطقة الحدودية بشكل كامل. هذا ما يجري الآن في منطقة الشجاعية، في منطقة جبل الريس، في منطقة أيضا السوراني، ما تعرف بمنطقة السوراني ومنطقة ملكة. هذه المحاولات لتمشيط المنطقة سوف تخرج بدمار هائل بطبيعة الحال في منطقة شرق قطاع غزة، وهي ربما هذا نموذج مما سوف تقوم به إسرائيل على طول الحدود ما بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. هي تحاول بهذا تمشيط مناطق كاملة، مربعات سكنية كاملة سوف تكون يعني يتم تسويتها في بالأرض. عمليا الآن لا نعلم إذا كانت هذه المناطق يعني يوجد بها سكان أم لا. بطبيعة الحال يعني الظلام شديد خلفنا، وبالتالي ليس هناك معلومات عما إذا كانت مأهولة بالسكان أم أنه تم إخلاءها بشكل كامل. لكن ربما المطمئن في هذا الأمر أنه يعني تم تحذير هؤلاء السكان، البعض يخرج والبعض يتمسك ببيته وأرضه وحياته ولا يعني يفضل الخروج والبقاء في مراكز الإيواء أو ما إلى ذلك، يعني أملا بأن يعني يتم تغيير أو يتغير الحال على في أي لحظة من اللحظات. لكن نشير مرة أخرى إلى أنه هذا حزام ناري مستمر خلفي هنا في منطقة الشجاعية، مستمر ربما منذ أكثر من 20 دقيقة القصف بشكل شديد جدا. وعادة ما يكون هذا القصف متتالي ومتزامن ويستهدف منطقة بأكملها، و كما أشرت هنا سوف يتم تمشيط هذه المنطقة بالكامل، ونتوقع بأن يعني يتكرر هذا المشهد في عدد من المناطق الشمالية والشرقية في الحدود ما بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني الآن كما نرى أيضا ونتابع من الصعب أن تصل سيارات الإسعاف ربما إلى المكان المستهدف، بالإضافة إلى صعوبة وصول طواقم الدفاع المدني طالما أن هناك قصف مستمر نظرا لخطورة الأوضاع. ربما عندما يهدأ القصف إلى حد ما من الممكن أن يكون الأمر متاحا. ألسنة النيران يمكننا أن نراها بالإضافة إلى أعمدة الدخان التي تظهر ربما في خلفية في هذا المشهد. بالغالب هي المنطقة الحدودية الفاصلة. نعم. نتمنى بأن هل لديك تكون معلومات منطقة آهلة بالسكان. نعم، هل تسمعيني منى؟ هل لديك معلومات عن طبيعة الحالات التي تصل إلى مجمع الشفاء في الساعات الماضية، أو ربما عن تحديثات أخرى حول أعداد الشهداء والمصابين؟
يعني للأسف وزارة الصحة لم تقدم ربما تحديث عما قلناه في نشرتنا السابقة، أكثر من 370 شهيد وأكثر من 2200 جريح، ولكن يعني وزارة الصحة أعلنت وتؤكد، ونحن نعلم بأنه هذه حصيلة أولية لأنه الكثير من المناطق حتى الآن لا يمكن لسيارات الإسعاف الوصول إليها وسيارات الدفاع المدني، هناك ما زال الكثير من المفقودين، هناك ما زال أيضا مواطنين تحت الركام، ويعني الآن هناك مطالبة من قبل جهات عديدة للصليب الأحمر بضرورة التدخل وربما التدخل والحصول على تصريح خاصة للوصول إلى بعض المناطق التي يعني لا يمكن أن تصلها سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني، وإلا قد يتم استهدافها بشكل مباشر ودون أن تتردد طبعا أو يتردد الجيش الإسرائيلي كما حدث يوم أمس وحدث اليوم، على الرغم من أنه سيارات الإسعاف التي عامة استهدفت يوم أمس واليوم لم تكن موجودة في مناطق ربما شديدة الخطورة، ولكنها كانت بالقرب من المستشفيات، إن كان مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة أو حتى مستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل لا تبحث عن مبرر، ولكن بطبيعة الحال تحاول الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني بأن تعمل في بيئة ربما آمنة إلى حد كبير حتى تحافظ على سلامة العاملين بها وتتمكن من تقديم الخدمة الأفضل لأهالي قطاع غزة في ظل هذه الظروف. نعم نعم، شكرا لك منى عوكل، كنت معنا من قطاع غزة. إذن كما تابعنا مراسلة القاهرة الإخبارية تؤكد بأنه حزام ناري مستمر منذ أكثر من 25 دقيقة، غارات إسرائيلية مكثفة عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة كما تابعنا. جيش الاحتلال أكد بأنه استهدف أكثر من 800 هدف داخل قطاع غزة، وأيضا أكد بمشاركة أكثر من 150 طائرة حربية في الهجوم على قطاع غزة. إذن أشكر ضيوفي الكرام، دكتور فواز قرقس أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، والشكر موصول للسيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك سيد أكرم عطلة متخصص شؤون إسرائيلية، وشكرا سيد سامويل ريمني أستاذ العلاقات الدولية، والشكر موصول لك سيد إريك هام كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول أيضا لسيد إيهاب عباس ضيفنا من واشنطن. هذه التغطية مستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية، نرصد لكم كافة التطورات والأوضاع، وأتحول إلى القاهرة الإخبارية في القاهرة، وإليك آية. شكرا لك جمانة على هذه التغطية الإخبارية، كنت معنا من استوديو القاهرة الإخبارية ولكن من لندن، رصدت لنا ربما آخر التطورات بخصوص ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتأكيد آراء وتحليلات ضيوفك الكرام، شكرا لك.